يومه الثاني، يوم بدأت تتقلص من لحظات الحسم الثواني. اجتهد المضمرين في الاستعداد والتفاني، وعند وصولنا لمساء رموز مهرجان سمو أمير البلاد المفدى، حيث أقوى نوعيات الحقائق تحضر اليوم، من لها مع الإنجازات عهد وماضي، من لها مع الأمجاد روابط متينة، سارت إلى القمة وليس في خطواتها يأس ولا سام. هو يوم الذهب، يوم التتويج باللقب، هو يوم نترقب فيه للإنجازات في تاريخ المهرجان، تاريخ لا تنسى ولحظات لا تنسى. وكيف أمحوك من أوراق ذاكرتي وأنت في القلب مثل النقش في الحجر. على بركة الله مشاهدين الأعزاء، انطلق شوط الشلفة ومقدمة الشوط، ومن تحتل المركز الأول أبعاد على مقدمة الشوط، أبعاد حمد بن محمد بن هيضة على المركز الأول على صدارة الشوط، بينما المركز الثاني تقدمت شقرة، تسللت شقرة للبحث عن الظفر بالشلفة في هذا المساء، في هذا الشوط الاستثنائي. شقرة محمد بالحزمي بن قناص العامري مع المركز الثاني، بينما دور المركز الثالث الهدبة تصل، الهدبة تنهل في هذا الشوط وتستبسل في الحضور في دائرة المنافسة. الهدبة لمبارك بن علي بن محمد العامري، حصل دخول وتسلل من قبل بينونة نشمي بن حمد بن متعب العامري. مرحبا يا نشمي، ومرحبا بكل الحاضرين. المركز الرابع اللي تسللت إلى المركز الرابع، وصلت وتحركت شواهين محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، صعب المضمرين في أصعب أشواط الحقائق الليلة، الشوط المفتوح يا صعب المضمرين، أنت تريد وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ويشاء ما يريد. المركز الخامس الهدبة، الهدبة الهدبة على المركز الخامس، مبارك بن علي بن محمد بن مبارك العامري. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط مع انتصاف المسافة، الشلفة بالانتظار، الناموس، الناموس الليلة لمن هنا على مقدمة الشوط؟ أبعاد أنتم ولا قريبين؟ الشلفة تقترب من أبعاد، من مالك أبعاد حمد بن محمد بن هيضة يقدم أبعاد، أحد الشباب البارزين والمضمرين، يستهدف الرمز كغيره من المشاركين. هنا الهدبة أو أبعاد على مقدمة الشوط، المركز الثاني شقرة محمد بن الحزمي بن قناص العامري، والمركز الثالث بينونة نشمي بن حمد بن متعب العامري. وصعب المضمرين يصل في اللحظات الحاسمة، اللحظات الصعبة، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان يقدم لنا في هذه اللحظات، ويقدم شواهين على المركز الرابع، المركز الخامس التواجد فيه من الهدبة مبارك بن علي العامري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، أول رموز المهرجان لمن من هذه الأسماء، لمن من هؤلاء المضمرين؟ اقتربنا من الحسم لترتسم معالم الشوط، فالشلفة بان بريقها، الشلفة على بعد أمتار منا، لحظات حاسمة، لحظات تختلط فيها المشاعر، مشاعر الناموس، مشاعري رفع الرؤوس لينكشف المستور وتتضح الأمور. ما زالت أبعاد على مقدمة الشوط، بن هيضة يفتتح الكيلومتر الأخير، يفتتح الكيلومتر الأخير، حمد بن محمد بن هيضة يقدم أبعاد، من ابتعدت عن كل المنافسين، من اقتربت من الشلفة، أبعاد تقترب من الشلفة، ولكن البطين يصل في هذه اللحظات. نوف 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 نوف، علي بن عبد الله الفهيدة قادم، وأيضا تقدمت الشعلة لتشعل المنافسة، أحد المرشحات جابر بن سالم بن جابر بن جبران يقدم الشعلة لمن الناموس. أبعاد أبعاد، الستمائة متر الأخيرة يا بن هيضة، الستمائة متر الحاسمة، الحاسمة، أبعاد على المركز الأول، الشعلة على المركز الثاني، الشلفة، الشلفة، نقترب من الشلفة، الشعلة تصل وأيضا تصل.
تصل في هذه اللحظات نوف، وتصل نوف، تصل نوف، ولكن البطين قادم، بن هيضة مع الشلفة، أبعاد مع الشلفة، نوف وأبعاد، نوف وأبعاد، والشعلة الشلفة، الشلفة أبعاد، 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 ولكن نوف أبعاد. وإني إلى النصر طوعا أتيت، إلى الرمز يوم الصراع ابتدى، وإني وفيت، وإني أبيت، وإني عتوت على من عتى. أبعاد تنتزع الشلفة، تعتو أبعاد على الشلفة، سلام بن هيضة سلام، الشلفة مع أبعاد، أبعاد مع الشلفة، تعانق الناموس، سلام شحاني سلام، سلام بن هيضة سلام، أبعاد أبعاد أبعاد، أبعاد تعانق الشلفة في أول رموز المهرجان، تستبسل وتنتزع الشلفة بكل قوة وبكل جدارة. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن هيضة، سلام بن هيضة سلام. المركز الثاني نوف تحتل المركز الثاني لعلي بن عبد الله البطين، والمركز الثالث، المركز الثالث الشعلة جابر بن سالم جابر الجربوعي. المركز الرابع، المركز الرابع كان من نصيب مهرة مظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. المركز الخامس، المركز الخامس بينونة نشمي بن حمد بن متعب العامري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، وأبعاد تنتزع الشلفة، قامت راس وأنهت هذا الشوط راس في معركة استثنائية، وتثبت بأن هجن الشحانية وأبناء الميدان متشبثين بهذا الرمز الغالي، ليبذلون الغالي والنفيس لإبقائه وانتزاعه. فسلام لأيضا حمد بن محمد بن هيضة من قدم أبعاد في الشوط المفتوح في أول رموز المهرجان، حيث سيسجل في ذاكرة الأيام وفي ذاكرة التاريخ بأن أبعاد هي من انتزعت الشلفة في مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى. قطعت المسافة أبعاد في توقيت زمني مقداره 5 دقائق 46 ثانية، 40 جزء من الثانية. سلام لابن هيضة سلام، تهانينا لحمد بن محمد بن عبد الهادي بن هيضة. المركز الثاني نوف قطعت المسافة في 5 دقائق 46 ثانية، 54 جزء من الثانية. تهانينا لعلي بن عبد الله بن علي الفهيدة، تهانينا للبطين. المركز الثالث الشعلة قطعت المسافة في 5 دقائق 47 ثانية، 40 جزء من الثانية. التهاني والناموس لجابر بن سالم بن جابر الجربوعي، تهانينا يا بن جبران، تهانينا والناموس لكل الفائزين. كان شوطا قويا.